اوضتك نورت ازاي لما دخلتيها؟ ايوه كده يا حبيبتي اضحكي. طب وحياتك لنا ده بحالك النهارده جوز حمام على الغدا، واني اللي هوكلهم لك بنفسي كمان. ليا طلب واحد يا وردة، محدش يا بت بيشيل حموله وحده، أول ما حملك يزيد ليك أب ارمي عليه حمولك. يا اخويا اهلا يا شيخ مختار. معلش اهلا، سامحني تاخرت عليك. كيفك يا حبيبي؟ والله نحمد والحمد لله، اصل كنت بجيب ورده من المستشفى اروحها بيتها. وهي عامله ايه دلوقتي؟ والله يا اخويا انا بقول يعني ان مروحه المستشفى مش مرض عضوي، لا هي حاله نفسيتها تعبانه قوي. لسه متعلق بمصطفى يا شيخ. كل شيء جسمه ونصيب. بقول ايه يا اخوي، من ساعه ما نزلنا على مصر وانا مش مستريحه شويه من ناحيه مصطفى، قلبي بيكوني. ما تكبريش الحكايه كده يا حبيبي، الناس طمنونا يبقى ليه هنقلق. المفروض دلوقتي نركز في مواس، أنا مش مرتاح من اللي بيعمله في مصر. عندك حق يا أخوي، أنا كمان بفكر أخد مفتاح شقة مصطفى منه. مش ده الحل يا حبيبي، ويعني هيغلب
روح يدور على شقة يأجرها ولا يشتريها. المشكلة مش في الشقة والمفتاح، المشكلة في دماغ مواس. وأنا هعمل إيه في دماغ مواس؟ لازم نعرف هو بيعمل إيه في مصر، لازم تقعدي وياه وتعرفي هو بيشتغل إيه. الفلوس دي فلوسي، فلوس مصطفى، مش فلوس هو وبس. ده حقك يا حبيبي، حقك، ما تبصليش كده. كيف؟ عايزني أنزل له مصر عشان يكسفني قدام الناس اللي معرفهاش؟ أنا مجهز لك كل حاجة، وعايزك تطمن وتحط في بطنك بطيخة صيفي، وبعدين ما تدفعش فلوس إلا ما تشوف كل حاجة بعينك. بس ما تنسانيش في اللي اتفقنا عليه. أهو مواز بيتي أهو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا حاج. أهلا أهلا نواز بيه. منور منور. أقعد يا حاج، أقعد أقعد. إيه تمام، كله تمام؟ كله تمام. أيوه. أهو أدي الشنطة معاك ولا معايا؟ لا لا معايا أنا، معايا أنا. أدي عقد بيع أرض من مصطفى أخوي ليا، ومتوثق في الشهر العقاري، ومتوثق ومتسجل أهو. 10 فدادين يا مهزبي؟ أيوه 10 فدادين. الورق مظبوط، وانت طول عمرك راجل مظبوط يا مهزبي. أشكر. أنا قلت المخاوي يجيبك هنا، نجهز أوراقنا ونكتب كل العقودات، بعدين ننزلوا أسلمك الأرض. ميت ميت. ممكن بعد بكرة. خلاص يبقى بكرة إن شاء الله. ماشي يبقى بكرة يا موزبي. تمام، هو ده الكلام. حضر عقودك واني هروح أستلم وبعدين أبقى أمضي. تمام. وآدي العربون، وبعد ما عاين واستلم الأرض تقبض فلوسك على داير ملي إن شاء الله. المكتب أخذها فين؟ على المكتب. على المكتب. أقول لك يا مخاوي، بقول لك محسن. محسن أيوة يا عبد محسن. تاخذوا الحج وتفسحوه في مصر، وتوكلوه في الحسين، وتزوروه جنينة الحيوانات، واخليه اكل الزرافة. ايوه تمام. يلا يا حاج. شرفت يا حاج. شرفت يا انس. شرفت يا انس. سلام عليكم. بالسلام. سلام عليكم. سلام يا حاج. مع السلامة. أنا عايز أعرف ليه عايز تبيع أرض الأستاذ مصطفى؟ ما تبيع أرضك أنت. أرضنا لا يا غبي، أرضنا ما تنباعش، إنما الأستاذ مصطفى ما يرجعش من بلاد برا فلاح، هيرجع من بلاد برا دكتور يدرس في جامعة، حتى لو الجامعة اللي هنا في مصر بحالها يرجع فلاح. أرض إيه وتراب إيه وطم إيه وفلاحين إيه وجارة فيه يا غبي. أنا عاوز أشغل فلوسه يرجع يلاقي فلوسه كتير، أعمله مشروع عن بتوع اليمين دول. طب وأمك الست حبيبة؟ أمك كتر خيرها. أمي هتسوي إيه ولا هتعمل إيه ولا إيه في سنها ده؟ بس دلوقت انا ما قداميش حل غير ان انا اقول لها على حكايه التوكيل اللي عمله لي مصطفى اخوي قبل ما يسافر. امال ايه؟ تلقى مشتري داخل الارض وهي ما تعرفوش، تبقى واقعه مجندله بكنديل. غبي غبي. We'll be right back.
سيدي. ألف مبروك يا ولدي. الله يبارك فيك حاج. فرحتي مش سيعاني يا بنتي، جه اليوم اللي تتجوزي فيه يا عيش. يا سعدي يا هنايا يا حبيبتي يا بنتي، مبروك يا حبيبتي، مبروك، ألف مبروك. بس كان نفسي ومنى عيني إن مواس ومصطفى يكونوا حاضرين الجوازة دي. إن شاء الله لما تخلفي صبيان وبنات هيجوا لغاية حدك ويباركولك، وهعمل لك ليلة إنما إيه فل. عيشة، عشان خاطر حبيب أمك هقول لك كلمتين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تحطيهم في ودان حلقة، عشان عارفاك أنت عصبية شوي. بص يا بنت، جوزك هو كل حاجة في دنيتك، ربنا ثم جوزك. جوزك معاه مفتاح جنتك، معاه مفتاح ايه؟ جنتك. قول جنتي. ايوة جنتك. ان شاء الله كل حاجة اقولها لك مظبوطة في شرع الله. حاضر، ما تردش عليه، خليكي زي النسمة، نسمة بتكلم. أما يقول لك إيه اقعدي هنا، حاضر، اطبخ الأكلة دي، حاضر حاضر يا سيدي، اديله الحب والحنان كله، اديله كل العطف، ده غلبان ومؤدب. خلاص، في حاجة بقى واحدة لازم بقى دي اللي تحطيها حلقتين في ودنك. لو طلب منك حاجة وانتي يعني مش هتقدري توفيها قوي، اوعي تصرخي في وشه، هيطب ساكت. نجيب جوز منين تاني؟ مفيش، خلصوا خلصوا يا بنتي، اسكت انتي يا عروبة. عقبالك يا بنت، خدتي بالك؟ ايوه. الا لو ضربك، مش هيضربك اهو، شوف انا بستفزك.
انا بستنفذك دلوقتي علشان اطلع اللي جواك. هتعملي له انفد وتعملي له كده ابعد بالراحه. بيلين الرقه والدلع. حاضر حاضر كده يحطك فوق دماغه في رموش عينيه يجيب لك كل حاجه. دول بقى اللي كان لازم اقولهم لك من زمان من اول ما جم قالوا عليك. والواد حليوة هيعجبك. انا عارفه عارفه انك بتحب الحلوين. الواد مخاوي. على طول بياكل اروح فيه في الدنيا. حزك دلوقتي انتوا عصفورتين حمامه وعصفوره او يمامه وعصفوره. يا اختي عليكي لما تضحكي يا بنت. اخ لما تبوزي يا اختي مناخيرك تنفش وبقك يبقى عجيب وتعمل عينيك. ايه يا اختي ده جمال كله كسرتي. يا رب تتكسي كده معاه عشان ما تكسفنيش انا. مبروك يا حبيبتي مبروك. الله بضحك نفسي والله بضحك نفسي بالله. حاسه بيلي فراغ وحبكه لوحدي خالص. لا لا يا اما والنبي ما تبكيش. لحظه ربكنا كمان والنبي. ما تبكيش. انت بتبكي ليه بس يا خاله حبيب؟ ده فرح عيش عيش اللي طول عمرك بتحلمي بيه. انا عارفه يا سلمى عارفه وبتمنى يعيش. بس هو جاي مش انا اللي مربياها. مش انا خدتها من بعد امها وابوها ماتوا وهي كانت كتير. هو شوي عليا. والله ده انت فرحانه هكذا كلنا. والله يا سلمى كلكم زي بعض عندي. بس البنت ديت شايفاني في كل حاجه في حزني وفرحي وكل حاجه وياي وبتسليني وتطبخ لي كل حاجه كل حاجه. والله لما اجيب لها ايه ما حقدر اوفيها ابدا. خدي يعني بصي دي. والله بتوعي يا بنتي بتوعي الخزنه دي. وبصي دولت اللي يعجبك فيهم. بتوزني ايه يا بنت؟ هاخد دي. خدي انا عارفه انك هتاخدي. بتقول ايه؟ بواس متخوي في الارض بتاعت مصطفى معهم حد غريب بيعملوا ايه؟ مش عارف يا ست حبيبه. روحي انت روحي بسرعه قولي لمحمود يحضر الكاريته بسرعه قبل ما اغير هدومي. شو هناك؟ أحط هناك. حط. عرض إيه اللي بتبيع فيها يا مواس؟ جريم. ومين أزلك؟ ما تنطق يا قلب أمك. قلت لك عاوز اوسع تجارتي ورسمالي. من ورايا
ورايا سرقت فلوس من البنك، ومن ورايا بعت المصنع، ومن ورايا عايز تبيع الأرض اللي فيها عمرك وعمر جدودك. قل لي اللي حيشتري قبل ما يشتري ويحط قدمه في الأرض هقطع حاله. عارف يعني ايه هقطع حاله؟ كده اللي هتقطع. قلت لك انا حر قبل كده. ولعلمك انا ما ببيعش من ارضي، انا ببيع من ارض الاستاذ مصطفى. ارض مصطفى خوك؟ ايوه، عشان ما تبقى عارفه ولا حد يتعرض للي باع ولا حد يتعرض للي اشترى. يا خساره تربيتي فيك يا مواز، ابقى روح شوف حريمك وبناتك. اللي له مزاج يشوف أهله وناسه ما يجيش من برا برا على أرضه. وما ليه يا سلمى؟ ها؟ وما ليه؟ يجي على بيته الأول يا مرفق تتزوج إياك علشان فكرة إن مواس رح يجي. أيوة، مواس هنه في البلد، يبقى لازم حيفوت. يسمع منك ربنا يا مرفق. أنا نفسي قبل منك، نفسي يجي واشوفه، نفسي يشوف بنته، نفسي ألقاه داخل علينا يدق الباب داخل زي عادته يا مرفق. حيجي، قلبي حاسس انه حيجي. يبقاني كمان هستنى كيف ما انتي مستنية. بقي جوزي بيني وبينه خطوتين يا مرفت، ولا قادرة اشوفه ولا قادرة اتأكد اذا كان جاي يشوفنا انا وبنته ولا لا. تعال يا مواس، تعال اشوف حريمك وبيتك. تعال. جاي هنا كاره، جاي هنا غصب، جاي عشان اقول لامي كلمتين ملهمش تالت، عشان بعد كده ما اسمعش مواويل بيع ولا شراء. فهمتوا؟ شر لك ايه يا مواس؟ هو عيب لما اقول لك انت جاي عشان تطمن وتشوف؟ عيب. ايوه عيب. عايزه تعرفي؟ عيب. عارفه ليه؟ عشان انا ما عايزش اطمن على حد. ولا شوف حد. فهمت ولا ما فهمتوش؟ ما عايزش اطمن على حد ولا اشوف حد وانا وضع ايه؟ فاهم يعني ايه وضع ولا مش فاهم يا بنت؟ فاهم ولا مش فاهم؟ يعني ايه مواس؟ يعني ايه؟ يعني اللي مش عاجبها الوضع ده هتقعد كده لاخر عمركم، واللي مش عاجبها الوضع ده الباب هيفوت جمل. فهمتوا ولا لا؟ لا ما فهمتش. فاهم الثاني. يعني انت هتقعد كده والمرة الجاية لو جيت يا انجل ما عايزش اشوف خلقة من خلالكم العفة. فهمتوا ولا لا؟ طيب يا مواس. طيب. طيب ايه؟ طيب ايه؟ حسب يا بنت. فخس. ما نعرفش. كده؟ كده؟ بدلة كده؟ بدلة كده يا بقر؟ امشي امشي يا بنت بقر. خويا خويا بدلك ده. Thank you.
ازيك يا خال؟ يا اهلا وسهلا. ازيك يا مواس؟ والله عرفت اني لك خال. لا العفو خال، ازاي؟ ازاي ده انت على الراس من فوق يا خال، بس انت عارف مشاغل الدنيا كتير قوي. ربنا يريحك من الدنيا ومشاغلها. ايه ده؟ ايه بهزر زيك. ربنا يرزقك بالحلال. خال انا شغلي كله الحمد لله بالحلال. والحلال يا مواس انك تبيع ارض اخوك مصطفى من وراه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ليه يا رب الظلم ده بس؟ ارضيه ومن وراه ايه يا خال؟ انا بعت ارض مصطفى من وراه، انا بايع ارض مصطفى بعلمه. كذاب كذاب، وعايزنا نصدق كذبه. وبعدين يا حبيبه سيبيني اتكلم. يعني مصطفى عارف انك انت بتبيع في ارضه؟ طبعا يا خال، امال ايه؟ كيف عنده؟ وبعدين وياك يا حبيبه، قلت لك بتكلم. غصب عني يا اخوي. مصطفى عارف كيف؟ استغفر الله العظيم يا رب. اخوي عمل لي توكيل بيع وشراء. متى مصطفى عمل لك توكيل؟ شفت يا خال، امي دايما اجده ظلماني، ظلماني وبتخوني وظلماني من وانا كد كده، من وانا كد كده وهي بتظلمني كده. اقول لك هذا التوكيل اهو، تفضلوا. توكيل عليه خاتم الحكومه اهو. ختم الحكومه. بقى ده ختم الحكومة؟ ما يعني هيكون ايه؟ ختم الحكومة امال ايه؟ يكون يعني ختم مرفت مرتي. ربنا يحفظك يا مواس، ضحكتيني. خلاصة القول، مصطفى ده اخويا الصغير وانا اضرب مصلحته. المهم الكلام ما بقيش وياك دلوقتي، بقي ويا مصطفى اهو. يعني انا دلوقتي براء يا خال، براء يا ام مواس، براء. خلاص بقول لك على حاجه يا ام مواس، ريح دماغك انت، ريح دماغك. مالك انت بارض وبيع وشغل؟ ده بزنس، بزنس كبير كبير. خليك انت في المطبخ والويكه والمحشي، انما احنا نشوف احنا الشغل وجع الراس. مالك انت؟ ايده ورث ابونا واحنا احفر فيه. السلام عليكم يا رب. لك يا اخويا سيبني في حالي، انا عايز اقفل علي اوضتي ولا حد يشوفني ولا اشوف حد. استهدي بالله يا حبيبه، بكره باذن الله مصطفى يتكلم ونسال عمل التوكيل ولا لا. قلت لك يا اخويا سيبني في حالي. التوكيل ايه؟ ما هو باين كل حاجه. انا قلت لك عايزه ما اكلمش حد ولا اشوف حد. التوكيل قال خلاص يا ستي خلاص، انا عارف اللي انت فيه ده. عندك حق، ما هي الأرض دي حياتنا، عزوتنا. الواحد من غير أرضه كأنه عريان. وأبوك الله يرحمه قال لك إيه على الأرض زمان؟ قال أرضك هي عرضك، لكن هنعمل إيه؟ ما هو أسراح باع أرضه وعرضه. أرضه وعرضه يا أخوي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على العموم اللي حصل حصل، ما تقعديش تزيدي وتعيدي في الحكاية دي، أنت اللي هتقعي. ومصطفى ولدي الغلبان اللي الواحد بره، مراته مطلعه عين واخو سرقه. جرى يا حبيب؟ جرى لك ايه؟ احلف مصطفى دلوقتي، احلف مواس وبناته وحريمه.
لا لا ماليش دعوة بحد فيهم. جت الأوامر بكده من سما واس إن أمه لا تتحشر في بيت ولا في أرض ولا في غيط ولا في فلوس ولا في أي حاجة، ولا في نسوانه ولا في بناته. وهو على الشجرة ما فيهاش مخدر، حمي يا بيضة بلا ريش، نوحي وربك مقدر، ليموت قلبك ولا يعيش. آه يا عيني عيني يا عيني يا بقى يا عيني ليموت قلبك ولا يعيش. دنيا غرورة وعكسة، كيف السمك في المداور. بعد اللي سمعته وسمعتيه من مواس، ها؟ طول بالك يا حبيبتي شوي، لحد متى؟ لحد ما يمشيني برا البيت؟ لا اصبر يا بابا، لحد ما الظروف تهدى شوي، ولحد ما خالة حبيبة ترتاح من اللي هي فيه ده. وبعد ما تهدى هتلاقي مواس ناطط بمشكلة تانية وتالتة وعشرة. كنت فاكرة انه حيرجع لي، حيرجع لبنته ويحسسها انه اب، يطل عليها ويبص في عينيها. لا طل ولا حس ولا حتى ناوي يجرب خطوة. وقاعدة بقاعدة يا سلمى، يبقى دار أبويا ولا بي. مرفت لا يا سلمى، أنا جيت هنا قدامك وقلت للست حبيبة أنها ترجعني، وقعدت هنيه كافية خير شري، والنتيجة كانت ايه؟ جوزي على سنة الله ورسوله ابو بنتي بيقول لي اللي مش عاجبه الباب يفوت جمل، يبقى اقعد ليه واستنى ايه؟ لا مش مرفت اللي ترضى بكده ابدا. تمن المكتب يا هانم. اهو كده الشغل. هتاخد رغب وتروحوا امتى؟ رغب ان شاء الله دلوقتي، وهي العربية هي مستنية تحت زي ما اتفقنا في النص. انا ما اقدرش انا النبي حبيبي، شوية ورا كده، شوية ورا عشان الهوا. حاضر. شوية ورا حبيبي، انا ما اقدرش اتاخر عنك ابدا يا هاله. يا هاله اوكي، يبقى بكره الصبح تاخد رغب وتروحوا تخلصوا وانا مستنياكوا. وانا جاهز يا هاله هاني، واصحاب المكتب في بورسعيد مستنيينا. والله يبقى احسن، اهو الواحد يلحق ينام له ساعتين يريح جتته
اقول لك ايه، طول اليوم في حرق القلب، بيع وشراء وارض وطين ومشتري. يوه، بيني وبينك مشوار الصعيد ده ما بقاش لادد على جدتي. النفر يعني حاسس انه لازم يوفر، يعني يوفر صحته للايام الجايه. الصحه دي الواحد يحتاجها عشان الشغل اللي عمل الجاي ده كتير قوي. سلام عليكم كتير. وانا هنا من الفجر مستنيك يا مواسبي. العقد باسمي واسمه، ما تنساش حقي في العمولة اللي هتاخدها، فاهم؟ يا بوي، لو مواز كل شويتين يبيع كم فدان ويدي تمسك فلوس زي دي، يا دي تزهزه قوي، غير اللي بطلع بيها من الشغل هنا والاكراميات والاتعاب. ده الواحد في سنتين ثلاثة يبقى فوق قوي. الصبح هنزل احطهم في البنك، علي في الدفتر واشيل الدفتر تحت جلدي. الفقر خلانا بدعم ميرفت واسع الطريق لمواس. الفقر خلانا اتداس واتشتم واتبهدل. ومن مين؟ من مواس. مواس اللي ما بيراعيش النعمة ولا يقدرها. ايه يا غراب البين، المصايب نازله ترف على راسي. امي عرفت بحكايه الورقه اللي عملها لي مصطفى اخوي، او جوز النسوان وجوز الغربان في البيت دول. قلت لهم ارجع البيت تاني ما القاكمش، هطلقهم. انت واقف تعمل ايه هنا؟ امشي هاد جهز العشاء هاد غور، امشي هاد. خبي ولدي الغالي مصطفى، وحشني قوي قوي يا ولدي. وحشني كلامك ومشيتك وحسك في البيت اللي كان مليه. بقول لك يا مصطفى، الفرسه اللي بتحبها يا ولدي ولدت وجابت مهر زي العسل. امبارح كنا على الغدا ويكا ووز وكفتة، افتكرتك يا عينيا، وقعدنا نضحك أنا وسلمى، وقلنا يا ترى عامل إيه يا مصطفى دلوقتي؟ هاين عليا يا ولدي، ألاقي طريقة أبعت لك وأكل بيها، وأبعت لك كل حاجة تحبها لحد فرنسا. عايشة كل يوم تكلمني من منصورة وتسألني عليه. الحمد لله، هي مبسوطة قوي في عيشتها مع جوزها مواس. مصر خدته، مش عارفة بيسوي ايه ولا بيعمل ايه. بدعي ربنا ان يسترها معاه ويجيب العواجب سليمة. طمني انت عن نفسك وعن مرتك بالتفصيل، اكتبلي عن حياتك.
حياتك الجديدة اللي هناك يا مصطفى. ما تتأخرش عليا في الجوابات، مستنياك يا ولدي. أمك اللي بتحبك جد عينيها. الدنيا من غيرك ما تسواش حاجة يا أم. أنا من غيرك كأني عايش من غير قلب. شايفك يا أم في كل كتاب أفتحه، شايفك وانت بتصلي وبتدعيلي. البلد هنا حلوة قوي يا أم، بس فرق اللسان واللهجة والعادات والتقاليد، هم غيرنا في كل حاجة. بس الوقت عندهم يما أهم حاجة، وقت الشغل شغل، وقت الراحة راحة. ناس منظمين قوي. الشوارع هنا يما تكب العسل وتلحسي تاني من نظافتها. كل واحد هنا في حاله، ما بيبصش لغيره، ملوش دعوة بيه، ولا في حقد ولا طمع ولا حتى طار. والعيشة بسيطة. وحشتيني يما، وحشني وأكلك. كل حاجة في البلد وحشاني. فرحت قوي لما قلتي لي إن الفرسة ولدت. وأخيرا سلامي لخالي الشيخ مختار والمواس وسلمى ومرفت وبناتهم، وقولي العيشة شدي حيلك في الجواز وربنا يرزقها بالخلف الصالح. والسلام ختام، ابنك الحبيب مصطفى. ملحوظة، لو سمحت يما تزودي الشهرية اللي بتبعتوها 300 فرنك، عشان العيشة هنا غالية قوي يما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال.